والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، على كل ما يكون بعد الموت من سؤال الملكين في القبر، ومن عذاب القبر أو نعيمه، ومن القيام من القبور، من القيام من القبور للبعث للحشر والوقوف في المحشر وما يجري بعد ذلك، كما تواترت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بذلك، وهو من الإيمان بالغيب. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو أحد أركان، بل هو الإيمان. فالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته هذا من الإيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالملائكة هذا من الإيمان بالغيب، الإيمان بالجن والشياطين هذا من الإيمان بالغيب، الإيمان بما يكون في آخر الزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب، الإيمان بما وقع على الأمم الماضية هذا لم نره، لكنه من الإيمان بالغيب. فالغيوب إما ماضية وإما مستقبلة، فيجب الإيمان بها. ولهذا قال في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، بدأ بالإيمان بالغيب. فإنكار البعث يلزم منه إنكار الله جل وعلا، وإنكار الملائكة، وإنكار كل ما لا يقع تحت المشاهدة في هذه الدنيا. وهذا قول الدهرية والملاحدة والمشركين، هم الذين يكفرون بالغيب. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت.